أشرح لكم طريقة كيف تفعل طابعة البركود. عرفتم؟ هتدخلوا على لوحة التحكم يا شباب. لوحة التحكم تدخلوا على أجهزة الطابعات، تدخلوا على الطابعة. هذا أول شيء تنزل الطابعة هذه زيبرا أو أي شيء هذا حق البركود. تعمل تضغط باليمين، أول شيء تعمل تعيين الطابعة تمام حتى يطلع لك السهم هذا الأخضر. بعدين تعمل تفضيلات الطابعة. تفضيلات الطابعة يعني هذا كم هنش كم تخلي، هذا واحد